اهلا بيكي، ازيك يا ايوه، ايمان؟ اسمي دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي سؤالك. نفسي عندي سؤالين بس للشيخ اشرف. اتفضلي. كنت عايز اعرف بخصوص مثلا الام او الاب المتوفيين، لما بنروح نزورهم في القبر مثلا يوم الخميس او الجمعه، هم يعني بعرف ان الروح بتبقى نازله لهم، بيبقوا حاسين بينا، مين اللي رايح يزورهم، حاسين مثلا بمشاكلنا، حاسين بفرحنا او بحزننا، ولا هم مش بيبقوا عارفين؟ وحتى لما رحنا زورناهم، لو حد حكى له مثلا موقف وحش في حياته او موقف حلو، هم بيبقوا حاسين بيه او حاسين بمشاكلنا دي وزعلنا او فرحنا ده، ولا لا؟ طيب، تمام يا السؤال إيمان. الثاني ده كنت عايز اسال، بالنسبه لو احنا العمارة عندنا في قطط بتطلع على السلالم، تكون قدام الشقه بتاعتنا، يعني قدام الحمام، يعني قدام الشقه كتير بقى فتره على كده، طب احنا مثلا بننظف المكان ده ومفيش ساعه نص ساعه تكمل تاني، الكلام ده بقى له فتره كبيره على كده، لو احنا مثلا اذيناهم او موتناهم او الكلام ده، يبقى احنا كده علينا ذنب؟ طبعا الريحه وحشه طبعا، جدا والمنظر وحش حتى لو. جدا. طيب، في طرق عشان نبعدهم عن العمارة، مش لازم نموتهم، بس في طرق. حاضر، هنرد عليك يا إيمان. الميت بيحس بالناس اللي بتزوره، الميت بيحس بنجاح ابنه أو فرحه أو زعله أو ذنبه أو كده، ولا لأ؟ حياة القبر اللي هي تسمى حياة البرزخ لها خصائص مختلفة عن حياة الدنيا. يعني أنا في الدنيا مثلا لا يمكنني أن أرى ما وراء الحائط. الذي في البرزخ يمكنه ذلك، لأن رؤية الميت غير رؤية الحي. إحنا الرؤية بتاعتنا رؤية محدودة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. هل يعني نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال نعم. هل تدارون في رؤية القمر؟ لو بصيت القمر كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاد أن هناك رؤية لله سبحانه وتعالى، مع أن الله قال في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهنا لا تدركه الأبصار في حال الحياة، لأن خصائص الدنيا لها خصائص تختلف عن خصائص الآخرة. طبعا، فده موضوع وده موضوع. فبصرك اليوم الحديد حديد. ده موضوع بقى مختلف حديد خالص. دي يعني ايه؟ يعني يعني قوي. قوي جدا ومخترق، يخترق ما مخترق. بعد. إذا اللي هو في القبر هل يطلع او يرى؟ نعم. هل يتزورون؟ نعم يتزورون. والادله على ذلك كثيره في السنه، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل ينادي على الموتى في يوم احد، فقال يا رسول الله يا كيف استمعون اليك وهم جيف؟ يعني خلاص ده ماتوا، يعني الموضوع خلص. قال انهم اسمع لما اسمعوني. اقول منكم. يعني هم بيسمعوني اكتر منكم انتوا كمان. اذا هذه مساله يستفادوا منها او يستدلوا بها على على ان انهم الميت ايوه يشعروا يشعر بزياره. طب بالزياره. امال ليه بقى يعني بعض الاراء تحرم لما حد يدخل ويقول ازيك ياما، ازيك يا ابويا، انا جبت لكم ما اعرفش، يعني الكلام ده في ناس تحرم. لا، هو ليس بالحرام، ولكن ان كلمه حرام صعبه قوي، يعني ما ينفعش اقول بسهوله كده ان ده شيء محرم الا ان يكون هناك منصوص عليه في هذا. لكن المقصود كله ان زياره القبور الهدف منها هو لعظة. تذكرنا بالآخرة. بس النبي كلمهم اهو أنا عارف، وقال هم اسمع بيه أسمع لما اطفال. أقول منكم. هم بقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. أنتوا ربنا وعدنا ووعدكم، إيه رأيكم في الكلام؟ فالصحابة بقى بيقولوا له، وده كان درس للعظة وللتعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لكن يكونوا بيسمعوا النبي بس مش ما يسمعوناش لا احنا. اسمع، لا كله خلاص، ما هو لو طالما بيسمع خلاص يبقى هيسمع، واخد بالك؟ لأن عدى في حديث أن الإنسان بيسمع قرعا يعاليكم، يعني وانت طالع بعد ما تدفنه اخر رجل طالعه ولا رجل وماشيه يسمع قرع النعال. يعني معناها ان برضه له رؤيه معينه وله شيء معين. لكن الشاهد في الحوار ان المقصد من زياره القبور هو ان زياره القبور تذكرنا بالاخره. يعني المقصد ان احنا نزور القبور عشان تذكرنا احنا بالاخره، عشان تفيدنا احنا. هذا هو المقصد من زيارة القبور. لكن الدعاء للميت من أي مكان يصل للميت، لكن أنا لما بروح القبر فأنا بروح عشان نفسي أنا، مش عشان الميت. لأن أنا قلت إن رؤية الميت تخترق الحجب، يعني تخترق الطرقات والحاجات. فأكيد لو أنا حد متوفي ليا في السعودية مثلا، في المدينة ولا في مكة، وأنا قاعد في القاهرة ورفعت يدي فدعوت الله له، هل يسمع؟ نعم. هل يصل الدعاء؟ نعم يصل الدعاء ان شاء الله، حتى ما تكون في امريكا، في اوروبا، في اي مكان في العالم. ايوه يبقى اذا هنا يفهم من ذلك
أن زيارة القبور المقصد منها فقط أنها تذكرنا بالآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث أنه نهى النساء عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهناك حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر، لا واحدة ست قاعدة بتبكي عند قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري، قالت: إليك عني. فلما ولم تعرفه، فقال لها أنس رضي الله عنه: يا ألم تعرفي إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت إليه، قالت: فلم أجد عنده بوابين، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينهها صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبر، وإنما قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. استدل العلماء على ذلك بأن زيارة المرأة للقبور جائز بهذه الفعلة. إذن زيارة القبور المقصد منها تذكرنا بالآخرة. خلي بالك لو لم يكن هناك الورد ارتباط على القبور والحاجات دي فيها حرمانية، هي حاجات للأحياء يعني، هي حاجات، وأنا مش بديله هو الورد، هي حاجات للأحياء لتزيين. بس كان يقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب الجريد، صح؟ من هذه الجريد على القبور من خصائص فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. وبعدين فجاب النبي عليه الصلاة والسلام عسيف أو حتة جريدة كده وحطها عليهم خضرة يعني لسه مش ناشفة، وقال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني طول ما الحاجة دي لسه ما نشفتش، لعل الله يخفف. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فعلها الإنسان تاخدها خلاص لا حرج، ما أنا بقول إن فعلها الإنسان لا حرج، لكن ليس بالشرط ان لما يحط الحاجه دي يبقى ربنا هيخفف عنه العذاب لغايه لما ينشف الورد او لغايه لما ينشف الجريد اللي حطها. لا ليس كده، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا لو عملناها لا حرج في ذلك. طيب يعني اللي يدخل القبر يدعي ولا يقرا قران ولا يكلمه ولا يقعد ولا موطن ايه؟ موطن القبر ليس موطنا لقراءه القران. يعني ناس كتير بتروح تجيب مقرئ. لا ما هو ده كلام، يقعدوا ويروحوا الثانويه ويقعد يقرا ويدوا له شويه اللي في الخير. ليس عندنا في الشرع ما يسمى بالأربعين ولا بالثانويه ولا بالكلام ده كله، ما فيش كلام ده يعني، ليس موجودا في الشرع. لكن هذا من فعل الناس. وزيه في حرمانيه، ما هو ما اقدرش احرم، ده يعتبر، لا ده يعتبر بدعه. البدعه هي ما رغمت السنه، يعني الاصل في السنه زياره الميت كل اسبوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مقابر كل سبت. فالناس الناس مش قادرين يزوروا السبت، فيوم يوم يوم الذكرى السنوية بتاعته بيروحوا. لا هو التحديد بس هي البدعة في الطقوس الدينية، يعني البدعة في الصلوات في كده، انما دي امور، ما هي برضو امور تعبدية. ما انت لو عملت له زيارة ما يعني انت ايه سنوية ايه 40، عملتها منين يعني، جت ايه مصدرها فين؟ لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يأتي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين ولا عن الفقهاء، مش موجودة يعني. طب هي دي برضو مش حاجة دينية؟ هي ايه اللي مش حاجة دينية؟ يعني الاربعين والسنوية دي مش حاجة دينية، يعني مش بدعة دينية، يعني هم بيزوروا الراجل كل 40 يوم، بيزوروا كل سنة. الأصل في زيارة القبور أنه عمل أيضا ديني تعبدي، وجود النص في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كنت قد أنهيتكم عن ألا فزوروها لعلها تذكركم الآخرة، أو فإنها تذكركم بالآخرة. يبقى إذا زيارة القبور المقصود منها تذكير الآخرة، فكأنه أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي زار المقابر، هذه سنة، تمام. ولذلك غيرنا لا يزور المقابر، يعني غير المسلمين لا يزورون المقابر، ولا ما عندهمش القصه دي يعني، بيزوروا بالارقام اللي حضرتك بتقوليها، فترات محدده كده وبس، لكن مش على طول، مش مدى الحياه، مش بيروح يزور القبر في كل وقت.